هذا السائل الذي رمز لاسمه ألف 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 الدمام يقول: يبعد منزلي ما يقارب من نصف ساعة عن المسجد، ويشق علي الذهاب، فهل أكون معذورا في ذلك؟ إذا كنت تسمع النداء فإنه يجب عليك الذهاب إلى المسجد، ولو كان عليك في ذلك نوع مشقة متحملة، فإن هذه المشقة تكون أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى. ولما شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، شكى إليه صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه في طريقه إلى المسجد من الصعوبة، وطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان هؤلاء يسمعون النداء فإنه يجب عليهم الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولو كان عليهم في ذلك شيء من المشقة، ما لم تبلغ هذه المشقة إلى حد الضرر. نعم.